الموسيقار والملحن يحيى الموجي هو نجل الموسيقار الكبير محمد الموجي والشقيق الأصغر للموسيقار الموجي الصغير، وتخرج من معهد الكونسرفاتوار وتخصص في آلة الكمان واتجه إلى التلحين والتوزيع والموسيقى، بالإضافة إلى قيامه ببعض العديد من الموسيقى التصويرية للعديد من الأفلام والمسلسلات. وضع الموسيقار يحيى الموجي الموسيقى التصويرية لعدد من الأفلام مع المخرج العالمي يوسف شاهين، منها أفلام المصير والآخر واسكندرية نيويورك. كمان شارك بالتوزيع الموسيقي في عدد كبير من المسلسلات. كاميرا فلاش التقت بالموسيقار والموزع الموسيقي يحيى الموجي. تعالوا نشوف قال إيه لكاميرا فلاش ونرجع مرة. لن أعيش في جباب أبي اللي هو أنا مش هبقى ملحن بس، لا أنا عازف كمانجا وموزع موسيقي، بألف موسيقى تصويرية، بألف موسيقى، فمش عايز أخش في حتة إن أنا أبقى ملحن فقط بس، لا يعني أنا اتعلمت درست في الكونسرفاتوار، اتعلمت هارموني وتعلمت أعزف مع الأوركسترا، فكده أنا بعدت عن جلباب أبي لحد كبير يعني. في بجهز كذا حاجة، في كذا مساهر، في أصالة، وفي لطيفة بعمل لها حاجة برضو، وفي عبد الله الرويشد بعمل له حاجة برضو كده، ومحمد عبده. أنا بقصد إن هو مش بقارن الصوت بالصوت لأن مفيش مقارنة، ولكن هو عبد الحليم الزمن ده عشان نجاحه، نجح لمدة 30 سنة، عمرو دياب نجح 30 سنة نمرة واحد، فأنا بشايف في ذكاء عبد الحليم، القبول بتاع عبد الحليم، عنده كاريزما بتاعت عبد الحليم، ما بيظهرش في أي حاجة، ما بيظهرش في أي برنامج، يعني عزيز جدا في إنه هو يظهر في حاجات دي، فعشان كده بقول هو يعني صورة من عبد الحليم. نفسنا في قوانين تحكم سوق الغناء وتحكم الناس اللي في الشوارع اللي هي أغاني المهرجانات والحاجات دي، نفسنا في قانون هو إن هو يمنع الحاجات دي، لأن إحنا مش قادرين نمنع، إحنا بنحاول نمنع بإن إحنا نعمل حاجة محترمة وحاجة موسيقى تكون محترمة وتحارب الشغل الهابط ده، الأغاني الهابطة. برامج اكتشاف المواهب بتبقى يعني حاجة كده بتطلع والناس بيستفيدوا منها وبتروح لحالها، ومفيش حد يعني على مدى السنين اللي فاتت دي يعني كان محدش طلع منهم يعني تقريبا. الإعلام وإذاعتها كتير طبعا، أنا عامل أغاني كتير جدا حلوة ما بتزعش، يعني نفس الإعلام يهتم بيها ويذاعها، وكتر الإذاعة والحاجات دي هتخلي الناس تستوعب الموسيقى الحلوة ودانها تخش فيها الموسيقى الحلوة، غير الأغاني المهرجانات اللي هي بتزع على طول. طول ما في حب عمر الرومانسية ما تنتهي من مصر، يعني الرومانسية موجودة طالما احنا شعب بطبيعته عاطفي وبيحب العاطفة وبيحب الحب، فأكيد أغاني الحب لا ليها يعني مكانة خاصة عند المصريين، يعني كلام يتلحن طبعا، يعني أما أعمل موسيقى كده بقى ما بعبرش عن الكلام، لازم أعبر عن الكلمة، يعني الملحنين العظام كانوا بيعبروا عن الكلمة، يبص في الكلمة ويعبر عنها، حب يعبر عنه، وطن يعبر عنه، مطر يعبر عنه، يعني ما ينفعش نعمل موسيقى كده أقوله اكتب لي عليها كلام، بتبقى حاجة كده مش يعني مش متكاملة يعني.